بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم بإذن الله تعالى عندنا درس خفيف عن اللغة الصينية مع الطالب أحمد ليو، وإن شاء الله بيعطينا بعض الكلمات المهمة عن اللغة الصينية. حياك الله يا أحمد، وتفضل عطنا، نبدأ بأول كلمة، معنى السلام عليكم. مش معنى السلام عليكم؟ يها تفضل. أحد عنده أسئلة عن بعض الكلمات؟ السلام عليكم. جاوبناها السلام عليكم. ها يها أعد يها طيب. ها معنى شكرا؟ شكرا 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 كل عام وانتم بخير. شين يا ها شين يا ها شين يا ها شين يا ها. ايش معنى تفضل اجلس؟ اجلس او تفضل اجلس. شين فو شين فو شين فو. ايش معنى قلم؟ قلم قلم قلم. بي بي بي. معنات كرسي كرسي. بعدون بعدون بعدون. شو معنى طيارة؟ طيارة. شو معنى طيارة؟ فيجي فيجي فيجي. ها شو معنات مدرسة ابتدائية؟ مدرسة ابتدائية. شاوشو شاوشو. طيب اخترنا كلمة اكتبها، تكتب لنا كلمة، اختار أي كلمة. ايش تبغى تكتب أي كلمة؟ دفتر. دفتر يلا. هذه معناتها دفتر. هذه دفتر. واقرأ الكلمة. طيب الأخت، إيش معنى الأخت؟ جيجي. تكتب لنا كلمة ثانية. هذه إيش معنى الكلمة هذه؟ هذه اسمك؟ ليو إيمو. ليو إيمو. هذه ليو. هذه اسم الطالب ليو. سيارة. تيشو. تيشو. هل ردد معك؟ تيشو. 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 شكرا شكرا. لا تمس شيء. افتح الباب. كامل اهلا وسهلا. ها اعيد معك. طيب كيف حالك؟ نيمان هاوما. مرحبا بكم. هايو نيمان. مع السلامة مع السلامة. سايكين. عيد سعيد. جيزي هاو. ختاما نشكر الطالب ليو على ما قدمه من درس عن اللغة الصينية. قدموا تحية لزميلكم. طيب يعطيك العافية. تفضل بجلس. تفضل. شكرا جزيلا.